وضعنا هنا أول شيء استقالة الحكومة، ثاني شيء تشكيل حكومة رئاسية، ثالث شيء تشكيل حكومة من الشعب مو من البرلمان الفاسدين من عام 2003، ولحد الآن ما عندهم إنجاز أبد. إنجازاتهم دمار الشعب، تسليب الشعب، بيع الشعب، كل يومية حروب، ما قدموا ولا إنجاز. ويصيحون فتح المدارس وراح يروح مستقبل الأطفال، هي الأطفال ما لها مستقبل. هاي أنا عمري 22 سنة من صرت ولحد الآن ما شفت لي شيء من الحكومة أبد. أول شيء استقالتهم ومحاسبتهم، مو بس استقالتهم، نحاسبهم لو يطفرون مو لإيران ولأمريكا، لازم نحاسبهم. وتشكيل حكومة شعبية مو برلمانية من ذول النقرية. مسؤول عن قتل الشباب العراقيين هو الأحزاب، كل الأحزاب كافة، الأحزاب التي المدعومة من إيران هي المسؤولة عن قتل المتظاهرين وقمعهم، بالإضافة إلى قوى الأمن العراقية المتمثلة بوحدات مكافحة الشغب ووحدات إسوات التي تأتمر من رئيس الوزراء. فالأحزاب هي التي يجب أن تحاسب عن قتل المتظاهرين وما حدث في الناصرية والنجف، لا نجب أن نغض عنه النظر. أولاً الشعب صار له 60 يوم معتصم في ساحات الاعتصام من جميع المحافظات، نريد رئيس مستقيل عن الكتل وعن الأحزاب وخالي من البرلمان. الشعب يريد اليوم اختيار رئيس يحقق مطالبها، يريدون الشعب رئيس من اختيار الشعب، يعني من داخل التحرير. خلوا ينزلون، خلوا يشوفون الأصلح. احنا بلد تعب، صار لنا تقريبا 60 يوم ما شفنا اللي يحققون مطالب العالم. شهداء، جرحى، ناس تعبت، ناس ملت، ناس قاعدة عن العمل، ناس يعني تأذت حيل. فنريد إسراع بتشكيل حكومة نزيهة، حكومة تمثل الشعب، تنزل تشوف الفقراء، تشوف الناس التعبانة، الناس اللي متخرجة عدا شهايد. يا أخي عدهم شهايد، يعني لحد الآن أنا أعرف ناس عدا شهايد مظلومة إعلاميا، لا تعيين، لا شغل، لا عمل، ما يصير هيجي. أريد توصل بأسرع وقت بتشكيل حكومة جديدة، وإن شاء الله خير للبلد. خلوا ينزلون للساحة، خلوا ينزلون ساحة التحرير، الساحات الباقية من المحافظات، يريدون رئيس خالي عن الكتل، خالي عن الأحزاب. يا أخي ما نريد، إحنا ملينا، إحنا نريد وطن، نريد حقوق. الشخصية اللي ترشح من أي جهة كانت، سواء كان من رئيس الجمهورية أو من البرلمان، بالنسبة لوجهة نظر الشارع العراقي المتظاهر، أن تتفق هذه الشخصية وفق المواصفات التي طرحها الشارع العراقي، هذه المواصفات معروفة ومتفق عليها في كل ساحات الاحتصام، سواء الساحة الأم المقدسة أنا أسميها ساحة التحرير، أو الساحات الأخرى، ساحة ثورة العشرين، ساحة الصدرين، ساحة الحبوبي، كربلاء، كل ساحات العراق متفقين على هذه النقاط. احنا نأكدها للمرة الثانية والثالثة والألف، أن يكون خارج الكتل السياسية، أن ما سبق وأن استلم منصب ضمن المرحلة من 2003 ولحد الآن، وأن لا يكون عليه أي شائبة فساد، وأن يكون يحمل الجنسية العراقية الوحيدة، ما يحمل جنسيتين، وأن يكون مشهور له بالسيرة الحسنة والنزاهة. وطبعاً هذه الشروط اللي وضعها الشارع العراقي. أما لو أرادت الكتل السياسية أن تطرح شخصية، إحنا طبعاً ما يهمنا المسائل الشخصية بقدر ما يهمنا المسائل الموضوعية. يعني الشخص لو كان يمتلك هذه المواصفات اللي يطلبها الشارع العراقي من أي جهة كانت، إحنا ما يهمنا، هو المهم عراقي، وأن يكون وفق الشروط. أما لو ما يحمل هاي المواصفات، طبعا ساعات الاحتصام كلها من التحرير او ساحات المحافظات الاخرى يرفضها رفضا قاطعا. اما لو طرح سؤال انه ما العمل بعد ان العراق دخل في النفق المظلم، في الفراغ الدستوري، مو احنا نقول هذا الشيء ما نقدر الان احنا نحدده. ليش؟ لانه احنا الان ما عندنا قياده
تحدد اللازم أو المستقبل، إنما إحنا عندنا القيادة دائما نقول هي الوعي. فالشارع يمتلك الصلاحية العامة لاتخاذ ما يراه مناسبا بالمستقبل. وأعتقد الشارع متفق إنه حتى لو غير أسلوبه، لكن هذا الأسلوب متفق عليه الشارع إنه يجبر الكتل السياسية وليس استجداء ولا عطف ولا منة، لأنه بما أنه الشارع هو شعب والشعب مصدر السلطات، إذن كل الكتل السياسية، كل الأحزاب، كل الأشخاص ما إلها أي قيمة قانونية أزاء الشارع العراقي. وهذا مطلبنا، وإن شاء الله دائما الناس تتفق على الصح، وما يريد الشعب العراقي هو اللي يصير إن شاء الله. الحكومة تعرف أحسن من عندنا، تعرف أنه الشعب هو مصدر السلطات، فهي قاعد تلف وتدور. هو كل ما يمر يوم وما تختار من الشعب راح يزود سقف المطالب المتظاهرين. ودي شو بس هم موجودين يعني بالعراق انه كفاءات، هو اصلا هم ما عندهم شهادات، الكفاءات موجوده بساحه التحرير، من دكاتره، من بروفيسور، من ناس مثقفين يمكن ان يقودون بلد. واحنا ردنا انه حكومه طوارئ لمده 6 اشهر وبعدها تصير انتخابات، بس هم حتى الانتخابات يردون يسوفوها، يعني هم ما يردون اي مطلب، يراهنون على عامل الوقت. هو كل ما يمر يوم المتظاهرين هو مو يعني بدون قياده، قائدها كانت المظاهرات هي من اول يوم قائدها الشهيد، فاذا يتفاوضون مع الشهداء مو مع المتظاهرين. بعدين يعني هذا لف ودوران، وباكر راح تبدا العطله مال البرلمان، يعني هم ينتظرون فتره. الشعب يريد قرار، وصل الى مرحله بعد خلاص هو لا هو اللي قاعد يموتهم، انه الشعب طلع بمظاهره سلميه، لا حمل السلاح ولا اذى ولا حرق. وهاي ترى الحوادث اللي تصير المفرده كلها تقوم بها الاحزاب، احزاب وميليشيات. خلي يكون الولاء للوطن، اكو ناس بساحه الاعتصام اساتذه ودكاتره، هاي ساحه التحرير تنجب مفكرين. يعني هم بالنسبه للدوله، يعني امانه بغداد، امانه العاصمه مال بغداد، صرفت 38 مليار ما نظفت الا شارع، بينما ساحه الاعتصام اللي بالتحرير جروا الكهرباء ونظفوا. هذا نفق السعدون عمره ما حد كان يطبله، روح شوف ازهار وورود يعني الناس يريدون يعيشون. وشنو اختلافهم عن دول الخليج او عن دول الجوار؟ الشعب هذا يعني هذا المواطن، هذا الشاب يعني يتعب ويخلص كليه يقعد يروح يشتغل عامل بلديه. فالناس ملت، تريد انسان يقودها البر الامان. والعراق بخيرات، يعني العراق يعني افضل بلد بالنفط، تاليها العراق مطلوب 38 مليار على الميزانيه، 38 مليار يعني ينطلب. شلون راح هذا المستقبل؟ شلون الاجيال؟ احنا طلعني انا من سوء العمر هذا، يعني شريد اريد ان هاي الاجيال، هاي الشباب، هاي لانه مستقبلهم اصبح ضائع. بسم الله الرحمن الرحيم. بصريح العباره الحكومه واهنا وموضوعها كلش تعبان، اذا حاولت انه ما تحقق اي مطلب من الجماهير. اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. ماكو الان متظاهر يرجع لبيته الا يحقق المطالب. الان محافظه النجف الاشرف بساحه الصدرين اجتمعت كل الخيم اللي موجوده، ناشطين ونقابات وحتى الناس البسطاء قعدوا وخرجوا في بيان يجب وخلال هذا الاسبوع تحقيق المطالب. واولى المطالب هو سن قانون انتخابات اللي رايدي احنا دوائر متعدده، نسبه 100%، 50+1 للي فائز. هذا ما يقبل عليه، هذا هو اللي راح يقضي عليهم. سمعوا كل زين، هذا راح يقضي على الاحزاب. يعني ماكو واحد بعد من الحزب يقدر يتحكم بمقدرات الشعب ولا يصعد على اكتاف الناس، الناس هي تختار. اما رساله مهمه جدا، رساله مهمه جدا الى الحكومه العراقيه، اذا حاولتوا تسوفون مطالب الشعب وتجيبون رئيس وزراء على ذوقكم، قسما بالله حولتوا المجتمع الى مجتمع مجرم، مجرم مجرم. ما ممكن ان يقبل الشارع، ما ممكن ان يقبل الشارع، عيدها مره ثانيه، بحكومتكم باحزابكم رافضينكم كلكم شلع قلع. ما نقبل بيكم ابد، ما بيكم النزيه خلال هاي الفتره. وصار لنا شهرين، اكثر من شهرين مستعدين ان نبقى 6 اشهر، 7 اشهر، 8 اشهر، ما عندنا اي مشكله، اي مشكله. لكن اهم مطلب عندنا قانون الانتخابات،
رئيس الوزراء اللي يجي ما تابع لأي حزب مستقل فترته قريبة، وندعو إلى انتخابات، ندعو إلى انتخابات مبكرة حتى إحنا نشكل الحكومة مو أنتو. قل الذي بظروف الدهر عيرنا، هل ينصف الدهر إلا من به خين؟ ألا ترى البحر تطفو فوقه جيفا وتستقر بأقصى قعره الدرر، وفي السماء نجوما لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر. إحنا بالنسبة إن أخويا مطالبنا ومطالبنا ومطالبنا، الدماء الدماء ما يعلو عليها صوت، الله سبحانه وتعالى والملائكة والكون كله يرفض وجود الدماء، والجماعة باحوا دمنا بعد. أنت منو اللي ماكو مظاهر ولا واحد بالكون يقول لك إحنا نسكت على الدماء. فهذول المماطلين على مود يشردون من القضاء أو يسوفون بالقضاء أو يتلاعبون بالقضاء أو يتلاعبون بالسلطة، مستحيل مستحيل نعوف الدماء، مستحيل. ولا يريدون يحكمون، ولا يريدون يحكمون يعني يصورون أنفسهم بعد يعني يحكمون على جثثنا أو إحنا على جثثهم. إلا على جثثهم الهروب أولى لهم، لأن إحنا ما نريد، إحنا ناس واعين ومثقفين مهمج، ولا نريد نقتل ولا نريد نبيح دم، ولكن إلهم أحسن، الهروب إلهم أحسن. فسق خونة ماكو، ما يجي واحد يقول إلا الآن هم عدهم راح يحققوا لكم، لا 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 لا، فسق على ما عدهم لا دين ولا ذمة. اللي يبيح دم تتفاوضوا وياه تقبلون؟ لا ماكو واحد يبيح دم تتفاوضوا وياه، فهم قتله بصرف، ولا إلى الآن واحد منهم صرح وقال أنا بالنسبة حددنا القاتل وحددنا الهوية. ولا ما عيب من قناتكم، لا والله، لأن الخطأ إحنا ما متعودين نغلط عليهم. قلنا الدم لا يعلو عليه صوت، كل ساعة نعيد شلع قلع كلكم حرامية، شلع قلع كلكم حرامية، شلع قلع كلكم حرامية. المسؤول عن قتل الشباب العراقي هو سلسلة الفساد اللي بنى عليه هذا النظام الفاسد. هذا النظام هو بأكمله هو نظام فاسد. خلال 16 سنة أنت بنى دولة عميقة، فهذا الشيء أي شيء راح يعارضه كان أفراد أو مجاميع أو محافظات أو بلد كامل راح ما يلجأ إلى أنه قتله، لأنه هو جاء من خلفية عسكرية وخلفية قمعية ما يعرف بس غير الولاء لقضية، مهما كانت القضية سامية أو فاسدة أو هي متعلقة به مصالح الشخصية. أنه تلاقيه بصوت جماهيري واعي مثقف تقول له يابا وخر، انت فاسد، انت نظام كلك فاسد، ما توخر لي رموز وشخصيات، انت نظامك كله نظامك مبني على الفساد. لما جابه هيك فيفرغ عنده مفاوضاته كلها، تفرغ اوراقه كلها خلصت، فراح يلجأ الى انه طريقه العنف. وايضا هناك بعض المندسين، هؤلاء المندسين هم طبعا تابعين للاحزاب، يريد يأجج الطائفيه ويأجج العنصريه ويأجج المناطقيه ويأجج انه اللغه السلميه اللي عند المتظاهرين راح تخفت، يبدي حرق طعن اشياء اخرى، تجاوز غلط سب صور بوسترات كلها ما تمثل سلميه ولا تعكس المطالب الحقيقيه اللي هي ابعاد النظام الفاسد مو ابعاد شخوص. فهذا الشيء راح يأجج وراح ياخذ صوره عكسيه وسلبيه للمتظاهرين السلميين، فما راح يعطيهم الضوء الاخضر انه يقتلون. الان القتل من المسؤول؟ هو المسؤول الكل، كل من مشارك في العمليه السياسيه هذه الفاسدة والباطلة وما بني على باطل فهو باطل. إذن هم المسؤولين، مو أشخاص ورموز وجنود تتحكم بيهم كبيادق مع شطرنج أو دمى متحركة. العملية السياسية الفاسدة هي المسؤولة بكل شخصها وبكل رموزها على قتل المتظاهرين السلميين في العراق والمحافظات. بخصوص فض الإرادات على هذا الشعب الذي ضحى بالغالي والنفيس والشهداء والجرحى والثكلى، عندنا 20,000 مصاب، 500,000 شهيد، 5,000 حالة إعاقة دائمة. من الأفضل والمعقول إذا كانوا هم أصحاب أذهان وعقول لا يراهنوا على صبر الشعب. الشعب العراقي أثبت جدارته وصبره وصاحب مبدأ. اليوم الشعب العراقي
لا نمثله قبل يوم 25. اليوم الشعب العراقي قام يتمتع بالعقل الجمعي اللي هو لا يخترق ولا وليس له نقطة ضعف ولا يراهن على صبر. أما بخصوص فرض الإرادات وترشيح رئيس وزراء يفرض على رأي الشعب وعلى دمائهم وتضحياتهم فهذا ما يصير إن شاء الله. وإحنا بمشيئة الله وصبر هاي الجماهير وعزمهم والذهنية اللي يتمتعون بها من المستحيل أن يفرض علينا الكتل السياسية أي مرشح إن لم يوافق عليه الشعب. إذا مفهوم الحكومة تستمد من قوة الشعب، الآن هي فاقدة الشرعية وفاقد الشيء لا يعطي، هذا أولا. ثاني مرة أنه الشعب قال كلمته أنه لا نريد من هذه الحكومة رئيس وزراء، وإنما نريد من ساحات المتظاهرين. ساحات المتظاهرين فيها الدكتور، فيها البروفيسور، فيها التنقراط. لماذا أنتم متشبثين بهذا المنصب؟ والله ما أنتم إلا ترون في هذا التشبث إلا كسب وقت لا أكثر ولا أقل. لكن الشعب قال مقولته، وهذه المقولة لن يرضخ لها الشعب قط. عجبا لهذه الأمة، تبا لها من أمة لم يفهموا الصغير والكبير والداني والقاصي. أنتم من هذه اللحظة ومن اللحظات الأولى من ثورة أكتوبر أنتم غير شرعيين، اخرجوا وارحلوا واتركوا أمر الشعب واتركوا منصب رئيس الوزراء إلى الشعب، وهذا هو السلام. شلون أودي لك سلام وانت من اللي فيها تنهار هالنصبح ظلام؟ من اللي فيها صار لكم 16 سنة شفنا الفقر والعوز والمناحرات والطائفية؟ نحن لا نريد طائفية، ونحن في ساحات الاعتصام كلنا أخوة، كلنا من أجل العراق. فليحيى العراق، لبيك لبيك يا عراق. بسم الله الرحمن الرحيم. منذ أكثر من 16 عام والعراق في محتوى فساد، العراق في ديمومة فساد، العراق بيد أحزاب فاسدة استولت على الشعب العراقي وعلى أموال الشعب العراقي وعلى سلطة الحكومة للعراق بأحزاب فاسدة لم تجلب إلا الدمار والويلات للشعب العراقي. خلال سنة 2019 انطلقت تظاهرات العراق بشكل عام، واليوم من تظاهرات النجف نشاهد أكثر من تسويف ومماطلة خلال إصدار القرارات وخلال تنفيذ مطالب الشعب المشروعة. اليوم مطالب الشعب واضحة وصريحة والكل يعرفها، استقالة الحكومة برمتها، في حين الموضوع موضوع اليوم اللي هو موضوع منصب رئيس الوزراء. منصب رئيس الوزراء ليس هو الحل الوحيد أو الهدف الوحيد من انطلاق تظاهرات العراق وتظاهرات النجف بشكل خاص. اليوم مشكلة رئيس الوزراء اللي نحتاجه أنه شخص واعي له خبرة بالأمور الإدارية من ساحات التظاهر حصراً تنطبق عليه، إذا مو من ساحات التظاهر تنطبق عليه مواصفات التظاهرات اللي هي أنه عراق الجنسية ولا يكون للوطن، أنه لا يملك جنسية ثانية، وإذا كانت موجودة جنسية ثانية المفروض يتنازل عنها حتى يكون استقلاليته ووطنيته واستجابته فقط للمطالب المتظاهرين. اليوم المطالب واضحة، الكل يعرف متطلبات المظاهرين بأنه يردون يسترجعون الوطن من هيمنة الأحزاب الفاسدة. لابد للحكومة أن تستجيب لمتطلبات الشعب، ورغما عن الحكومة أن تكون بجانب الشعب. فعلى رئيس الجمهورية وعلى السلطات المختصة اختيار شخص يواكب متطلبات الشعب العراقي ومطالب المتظاهرين المشروعة. اليوم أي شخص سواء من خارج الأحزاب أو داخل الأحزاب إذا ما تنطبق عليه مواصفات اللي انطلقت من ساحات التظاهر مرفوض رفضا قاطعا، وخليه يكون بعلمهم. اليوم أكثر من 500 شهيد وأكثر من 20,000 جريح، لم تذهب هذه الدماء سدى. مطالب الشعب واضحة وثابتة، والكل موعود باستمرار التظاهرات لحين تنفيذ آخر المطالب. فلا يمكن أن نتوقف خلال اختيار رئيس الوزراء، يجب أن نستمر في تظاهراتنا السلمية الواعية بالمطالب المشروعة لحين تحقيق المطالب. أي شخصية
لم تكون ضمن مطالب الشعب فهي مرفوضة رفضا قاطعا، ويكون لها عواقب وخيمة. لا تجلب، لا تخلونا نترك السلمية، لا تخلونا نطلع من طورنا. التصعيد والشباب واعي والساحة مثارة والساحة قوية، والشعب العراقي بكل صنوفه. اليوم اللي أتكلم وياكم محامي من نقابة المحامين، أحد المحامين المعتصمين. اليوم المحامين دورهم بداخل ساحات التظاهر ثلاثة أدوار. الدور الأول هو شخص محامي متظاهر، حال المتظاهر العادي مطالب بالحقوق المشروعة اللي ذكرتها سابقا، اللي هي تعديل الدستور، تعديل قانون الانتخابات، تعديل قانون المفوضية، بالإضافة إلى أنه استقالة الحكومة برمتها وليس هدفنا شخص رئيس الوزراء. الموقف الثاني اليوم موقف المحامين، الموقف القانوني اللي هو التوعوي. اليوم المحامي بداخل ساحات التظاهر يحاول يبث أي معلومة، أي قانون، أي قرارات تصدر من السلطة التشريعية، يحاول إيضاحها لساحات التظاهر وتوعيتهم بشكل قانوني ما له عليه من التزامات وحقوق. بالإضافة إلى أنه دور المحامي الثالث اللي هو دور الدفاع، اليوم المحامين متطوعين وبشكل مجاني للدفاع عن حقوق المتظاهرين وعن أي تعدي يصدر على أخواننا المتظاهرين اللي موجودين بالساحة. ولن تكون هناك أي رجعة إلى بيوتنا لحين تحقيق المطالب، والأهداف الحقيقية هي هدفنا فيها ساحة التظاهرات. ونتمنى من الحكومة أن تأخذ بمحمل الجد مطالب المتظاهرين المشروعة، وأن يحفظوا كرامتهم، وأن لا يمزقوا هذا الشعب الواعي الفاهم الذي له آثار تاريخية واضحة. يجب أن يحترموا إرادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، ولا يمكن أن نقبل بأي شخصية هي من خارج ساحة التظاهر أو عدم موافقتها لشروط ساحة التظاهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القانون هو فوق الجميع، والقانون هو اللي يمثل الحد الفيصل. أولاً أحب أن أوجه شغلة برئيس الوزراء، شخصية رئيس الوزراء يجب أن تكون مستقلة تامة، يعني استقلالية تامة، مو المثول للأحزاب ولا المثول إلى دولة أو ميولها إلى دولة. لازم يكون مستقل تام حتى نقدر إحنا كشعب نعبر رأينا من خلال هذا من خلال هاي الشخصية. اثنين، رئيس الوزراء يجب أن لا يكون ازدواجية الجنسية، يعني يجب أن يكون ذا جنسية محددة ألا وهي العراق فقط بشخصية رئيس الوزراء. ثلاثة، يجب أن يكون ولاء تام للعراق، هذا بالنسبة للولاء. أما موضوع اختيار رئيس الوزراء، دون الرجوع إلى الشعب باعتباره هو مصدر السلطات، هذا راح يسبب عواقب وخيمة جدا. السبب لأن باعتبار قانوننا وباعتبار دستورنا يقول إنه الشعب هو مصدر السلطات، إذن الشعب هو المختار الرئيسي لشخصية رئيس الوزراء وللشخص المناسب في المكان المناسب. لذا يجب على البرلمان أو الحكومة حين تريد أن تشكل رئيس الوزراء يجب عليها المثول لاختيار أو متطلبات المتظاهرين، لأن المتظاهرين يوم طلعوا مو فقط على شخصية رئيس الوزراء ولا فقط، طلعت على جميع الحكومة. لذا احنا نطالب بهذا المطلب، وجزيل الشكر لحضراتكم. السلام عليكم. طبعا من ساحة الصدرين نرفض رفضا قاطعا ترشيح اي وزير من الطبقة السياسية الحاكمة السابقة، زين، وكل ساحات التظاهر بما فيها ساحة الصدرين، ساحة التحرير، الان توحدوا على كلمة واحدة. احنا الرئيس الوزراء اذا ما ينبثق من الشعب ما نريده ونبقى نعارض. حبيبي انت جاي تلعب بالنار، يعني الى متى؟ كفاكم استهتارا بدماء الشهداء، كفاكم رقصا على دماء الشهداء، لا تستفز الشارع. يعني انت صار لك 16 سنه، زين، ماكني وماكل حقي. الخريج يتخرج يروح يلزم الرصيف، عندي مريض يظل حاير، ظل حايرين بعلاجه، زين، وين المستشفيات؟ التعليم انتهى، زين، فوق هذا وانت ذابحني. انت مو بس مجوعني، انت مجوعني وهسا ذابحني. عدم اكتراثكم لما يحدث ولما يحصل في الشارع العراقي وهو طامه كبرى. انتم جاي تحفرون قبركم بديكم. لا تستفزون الشعب، لا تستفزون الشارع. شنو هالاستهتار؟ زين،
يعني انتم شنو على بالكم؟ احنا عاوزين شنو، سباعيه او نخاف؟ لا ما نخاف، احنا طبت الخضراء خلال ثواني نطب الخضراء، والا انتم خلال ربع ساعه الخضراء نكربها كراب، كراب نكربها الخضراء. زين حكومه ما تستحي من الشعب، حكومه يعني انتم من البدايه حكومه اللي ما تحترم الطبقه المثقفه اللي هي ما قام بلد الا وعلى هذه الطبقه المثقفه وهي الطلاب. ايش سويتوا بالطلاب؟ مو بالماي الحار كشفتوا المره؟ تذكرون اول تظاهره صارت؟ زين اول تظاهره صارت غطوها بالاعلام المره، استهتار بمعنى الكلمه، او استطيع القول ما تقومون به هو العهر السياسي، ما يسمى بالعهر السياسي. كافي وصلت حتى، وهذا هو مستعدين نط الدماء وماكو انسحاب. انت شنو عبالك من تختار لو تخطف لو ما ايش تسوي؟ انت عبالك تخوفني؟ لا يا حبيبي، انت متوهم، انت ما تخوفني اصلا، نخطف واقتلوا احنا ثابتين بالزايد. انا هسه هذا اصرار، هذا انه اقتل، روح شو تريد اقتل اقتل، اخطف. زين انت جاي تقرب منيتك الك بيدك، ونسال الله انه يحفظ هذا الشعب. زين تريد ننسحب؟ ماكو انسحاب، يعني اذا انسحب شلون شنو نجاوب امهات الشهداء؟ الثكاله من الامهات شنو نجاوبهم؟ ويلات ولوعات اليتامى شنو نجاوبهم؟ يعني بتاريخ العراق الحمد لله والشكر، والله العظيم عمي هذا رزق، والله رزق، الله رزقنا بهاي الثوره، شباب يعني يافع بعمر الورد يتلقى الرصاص هيجي، طينا 500 شهيد، جرحى بالالاف، قضيتنا اكبر من عندكم يعني بكثير، قضيتنا قضية وطن، احنا الى ما نشلعكم ونزيحكم، يعني الحكومة برمتها مستحيل انه نهدى ولا ننسحب. زين ايش راي الشعب رئيس الوزراء الحالي؟ رئيس الوزراء جديد، طبعا رئيس الوزراء اذا ما ينبثق من ساحات الاعتصام، الزلم اللي مرابطه بالبرد صار لها شهرين، زين مستحيل انه نقبل باي رئيس وزراء كائنا من كان، هذا لعب بالنار، ساعة سهيل ساعة مدري ياهو، ذولا كلهم احنا مجرب لا يجرب، انتهت خلص، الشعب قال قولته وانقضي الامر، المجرب لا يجرب. لا تلمعوهم وتجملوهم بهاي السوالف وعلى اساس تريد تعرض رئيس وزراء، ما تعبر علينا بعد. الان ساحات التظاهر بيها وعي فوق ما تتصورونه، وعي الان بساحات التظاهر اذهل العالم، ساحات التظاهر الان بالعراق جاي تعطي اروع صور التظاهر للعالم، يعني فعلا شعب يريد يعيش، شعب يريد الحياه. انتم انتهت بعد، خلاص انتهى، وصلت حتى، وهذا هو، وصلتوا الى مرحله فشلتوا، الشعب ما يريدكم، ما اعرف انتم على من تراهنون، على من تراهنون؟ الشعب رافضكم كله، بس انا اقول لك بس الذيول، ايه خلاص بس الذيول، احنا الله بلانا بهاي مساله الذيول. زين ذول انا اقول لك ولاءاتهم خارجيه صحيح، وان شاء الله نشلحهم ان شاء الله. زين جزاكم الله خير. ما اقصر عمي، اضرب الشارع.
وين سلسلاك يا ولد؟ صورنا صورنا. الله على النار. عشان بدات النادي هدف. كلام. تعال على بصره على الأطفال.